الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. وقد آليت على نفسي منذ سنوات، منذ سنة 2013 على وجه التحديد، على أن تكون الإحاطة بأعوان قوات الأمن وبقواتنا المسلحة العسكرية إحاطة كاملة، وذلك بإحداث مؤسسة أطلق عليها اسم فداء، فداء للوطن. وتم والحمد لله تعالى تحقيق هذا الوعد في الأيام الأخيرة بإصدار مرسوم يتعلق بإنشاء هذه المؤسسة للإحاطة بعائلات الشهداء، إحاطة من نوع جديد مختلف عن الأنواع السابقة. ومن بين ما ورد في هذا المرسوم، وقد تم أعداد الأوامر الترتيبية لتطبيقه، وستصدر إن شاء الله في القريب العاجل، من بين ما جاء فيه أن الشهيد الذي يسقط من قواتنا الأمنية والعسكرية في ساحات الوغى، أو يسقط شهيدا حتى وهو عائد إلى منزله، يعتبر حيا في نظر الإدارة، وليس مجرد ملف أو رقم، فيتقاضى أولو الأمر من عائلته جرايته كاملة، ويتدرج في السلم المهني تدرجا وكأنه على قيد الحياة. ونفس الشيء ونفس هذا النظام سينطبق إن شاء الله، ووقاكم إن شاء ربنا في هذا اليوم الذي أنزل فيه القرآن من كل شر، حتى الذي أصيب وأقعده المرض أو أقعدته الإصابة عن العمل، يعتبر وكأنه ما زال مباشرا لعمله، فيتقاضى رتبته أو يتقاضى مرتبه كاملا، ويتدرج أيضا وكأنه ما زال يعمل. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.